أسعد الله أوقاتكم بكل خير متشبهي قناة شوف تي في في بث مباشر جديد من مدينة تمارا، بالضبط من المديرية الإقليمية بمدينة تمارا للتعليم. الأساتذة والمديرين، ولا نقول المديرين والحراس العامين، يقوموا في هذه اللحظات بوقفة احتجاجية أو اعتصام لا عودة إلى غاية تحقيق المطالب. مطالبهم واضحة، سبق لهم وصرحوها على الجهات المعنية، ولكن كيقولوا على أن لحدود الساعة ما كاينش طاولة للحوار. هانتوما كتشاهدوا معنا متشبعين الكرام في كل مكان. السلام عليكم جزيل الاستاذ، نذكرك حنا على الهواء مباشر عبر قناه شوف تي في الان، نحاولوا نتكلموا بصوت يكون مرتفع شويه باش نحاولوا نسمع الصوت. واخا تكلمي لنا استاذ حوايج الاعتصام هذا، قرب الميكرو عندك باش تسمع الصوت. اليوم امام مقر مديريه الاقليميه للسكان في اطار توثيق برنامج نهاري للسكان تنسيق ثلاثي لجمعيات الشباب المختار والحراس العامون والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والاعدادي والتاهيل. وهذا الاعتصام وصلت سيل الزبا، وصلت الإدارة السفرية إلى آخر محطة ألا وهي النظام الفضائي، ألا وهو الاتصالات، ألا وهو مقاطعة بريد، ألا وهو مقاطعة مجموعة الوزارة، ألا وهو مقاطعة اي شيء. اذا نحن اليوم في محطه القيام، في محطه نسعى من خلالها الى اثبات ذاتي الاداري، الى اثبات وجوده، والى انه سيكون ان شاء الله فعالا دائما حاضرا حتى مراحل الاصلاح كلها مرت على بين قوسين الاداره الصفويه، من تنزيل فلسفة الانتاق الوطني للتنزيل تاريخ إلى تنزيل مشاريع الإصلاح، إلى تنزيل حاليا مداخل كبرى لقناة الإصلاح للجمعة الثانية والتسعين، يجب أن يقع أي ذلك على الإصلاح إخواننا في المشرق الذين فرز عليهم حيث كبير وهم الكبير وتتخذوا إلى هذه المراكز السلم العاشر وخرجوا إلى هذه السلم العاشر منطقة ثروة في منطقة ولم يأخذوا منطقة أكبر في لذا نلتمس من وزارة التربية الوطنية أن يكون لها حس وطني وأسرع في أسرع وقت من أجل تأييد هذه النضالات التي تجيء فعلا ولا
شكرا. اذا كما كتشاهدوا معنا متشبعين فالوقفه مستمره لحدود الساعه وانتم كتشاهدوا الجميع. هو الوزير هو المسؤول هو المسؤول هو المسؤول والاضرابات ستطول ستطول ستطول. واخا ديال لا جات خليك هنا باش ناخذ لي راج مصيب اختي. حنا عندنا لواء مباشر عبر قناه تشوف تي في الان باش تعرفي لكن الكلام تخفي القوي. أنا أسميه قوي لأن نفذ فيه صبر جميع المديرين والمديرات وقررنا الاعتصام اليوم وغدا كبداية انتظار أن يكون برنامج أقوى إن شاء الله لنعبر عن غضبنا تجاه الوعود الكاذبة تجاه التسويق تجاه المماطلة تجاه التجارب السياسية التي لا تعنينا بها.